السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديال طه. ان شاء الله اليوم نخدم معكم هاد لاسو كتجي رائعة بالخضار وبالشوفان. نتمنى تجربوها وباش تعرفوني كيفاش درت ليها. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقة والمقادير، ونخليكم مع الفيديو. بالنسبة للمقادير ديال لاسوب او الشوربة، انا كندير فيها الخضر كلهم. عندي هنايا هاد القرعة الخضراء اللي كن قشرة شوية، ديك القشرة الفوقية حيت كتكون فيها الغبرة والوسخ. عندي واحد لفتة بيضة، جوج جزرات، خمسة ديال البطاطات لفتة صفراء، ثلاثة ديال البصلات دوك الصغيورين لي شالوط، مطيشة، واحد شوية الكرافس، بسباسة. وهنا أنا الدجاج كان ديما ملي كنجيبو كناخد منو زلف خيطات بوحديتهم، صدر بوحدو تنقطعو مربعات، جني وحات بحال لي صوبت لكم في دوك الشيوة، وكنخليها تصدر كيكون باقي فيه اللحم كنديرو ديما لي سوب، بحسب ما ندير كنور ولا شي حاجة. عندي في العطرية عندي الخرقوم، الخرقوم راه صحي مزيان، ديرو في الأكل ديالكم مزيان، البزار ما تكتروش حيت ضيا كتحرار. وعندكم الملحة. غندوز دابا نقطع الخضر كلها، نقطعو مربعات صغار. عشوائي ماشي بالضبط بالضبط يكون كل شيء بحال بحال في التقطيع. هذا اللي نقطعه بحال هكا، كل شيء نقطعوه. وغندير واحد طنجره تكون فوق البوطه فيها الماء باش يغلي، ونلوح فيها الخضره كلها ولا طريه. صدقوني راه كتجي واعره لاصوص، ان شاء الله غتولي معتمدة عندكم الا جربتوها. واحد الحاجة اللي غنديرها فيها في الاخر الا تعجبكم، كتجي فيها الخاوع. اللي باقي ما قطعتش نقطعو. بغيتو ديرو الماء يطيب هو الاول عاد ترميو فيه هادشي، بغيتو ديرو هكا عاد ترميو ديرو الماء يطيب كلشي مباشرة. ديالي كلها هنا وغادي تحول الماء وديروها في اما تسدو عليها اما تخليوها طيب عاديه، المهم غطيوها بها بالماء. الصوب ديالنا ها هي طابت، ها هي حيتها من فوق البوطه. غادي نشوف داك الهيكل ديال الدجاج، ها هو راه فيه شويه اللحم. شتي اللي بغى يفرتو ويطحنو معاها يخليه، ولي ما بغاش انا غنعطيه المشة ديالتي حتى هي مسكنة تاكل. هذا باش كيبلل لكم لاصوب ديالكم، ما تاكل ما ديروش داكشي ديال كنور، ما تبغيش داكشي تاع كنور. دابا غنطحنوها ان شاء الله. ملي كملنا طحناه مزيان، معليش شو بقى واخا يبقى شي حاجه تفرته صغيره ماشي مشكل. غندوز دابا نديرها فوق البوطه، وغناخد هاد الشوفه اللي تيكون رقيق ماشي الغليظ. انا ديجا استعملتو قمنو هادشي، شوف كيفاش كيكون بحال هكا. وباش غندورها
غادي نستعمل الفوي باش ما يتحت، الا درتوه حيت كدير معلقه غادي تكور لكم. من الاحسن خذوا شويه ديال لاصوب وحلوه فيه عاد باش تكون هنايا. انا غندير دابا هاد العمل ديال هكا اخوي، وانا كنخلط بحال هكا بالفوي تقريبا شي 3 معالق هكاك، ما تكثروش حتى راه كيخسرها بركه. ونخليها حتى تغلي ليا مزيان ويطيب ليا هذا الشوفان، ونقدموها في الصحه وراحه ان شاء الله. مره حركوها باش ما يحتلش لكم داكشي لتحت ويتحرق لكم، مره حركو بحال الشكل ديال الحسوة. ومن راه فلتو لي شي خضيره ما طحناش شي حاجه قليله هربات لي بكش كطحن. هما هو قرب يطيب ونحيدو. الصوب ديالي طابت دابا نخويها في طبق التقديم ان شاء الله. بسم الله شفتو كيفاش كتجي؟ هي كتجي رائعة حتى في المذاق كتجي غزالة. نتمنى تجربوها، وراه صحيه ومفيده، فيها الخضار فيها البروتين فيها كل شيء. نتمنى تجربوها ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تخليوش هادشي بحال هكا في التقديم، ديما مسحوا لي بلا ديالكم. يلا مع السلامه، باي باي.